ثانية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا، جماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب. وصلت إليه في طريقة إلى المرمى، هذه كرة، الكرة ملعوبة من مسافة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. انطلاقة من جهة اليمين، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب لعبة جميلة، تسديدة أجمل، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، يمر يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. يحاول أن يلعب كرة بينية، ينجح في المرور، يرفع كرة. الآن فرصتهم للمرتدة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تغيير لاعب على الأجناب، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. تلعب الكرة إلى الأمام، محاولة تمرير كرة. يتدخل ويقطع الكرة، يبحث عن المهاجم، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تنتهي الأمور هنا، يندفع بقوة إلى الأمام، يحتسب الحكم ركلة حرة. يلعب كرة على اليسار، الكرة داخل منطقة الجزاء،
لدى الخصم التركيز التوازن. يتقدم بقوة بدنية كبيرة، يتعثر ويفقد توازنه. مرتد الآن ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. قد تكون والتسديد كان على وشك استغلال هذا الخطأ. كرة تعود للخلف، يلعب كرة على اليسار، كرة طويلة للأمام، كرة طويلة إلى الأمام، عدت الكرة، فرصة للتسديد. الله على هذا التألق لحارس رائع. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان أداء أجمل في الدقائق القادمة. يلعب كرة بينية، مرت الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها لمنطقة الخطر، لمسة بينية، تحكم رائع في الكرة، يلعبها ببراءة. يبحث عن المهاجم، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة ويمر. مهارة كبيرة في الاستلام، اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول ان يسدد الكره من هنا. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى، ابداع كبير من حارس المرمى في مباراه اليوم. لاحظ معي ردوده فعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. فاتت ومرت، وصل تسديده من اول لمسه، نجحوا في تخليص كل الكرات. كره من جهه اليمين، يسيطر على الكره، يلعبها لمنطقه الخطر، الحكم يشير الى وجود خطا ضربه حره.
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يلعب كرة على اليسار بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. ولعب رأسية مذهلة، والكرة تعانق الشباك. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. نتابع المباراة والنتيجة الآن، هدف مقابل لا شيء. كرة على الطرف، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها طويلة، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول تمريرها من بين. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تسديدة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لازالت خطيرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، موجود إبعاد الكرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. تعود الكرة إليهم مرة أخرى، لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. كرة على الجانب، يمر ويلعب كرة بينية، ضغط قوي وينجح في استعادتها. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحصل على المساحة، عرضية داخل 18، يبحث عن زميله. كرة على الجناح لكن بعيدة جدا، لن يلحق اللاعب بكل تأكيد بهذه الكرة. كرة طولية إلى الأمام، الوقت يمر بسرعة عليهم. لعب الكرة إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، عند مساحة خالية على الطرف. ركنية في لحظات حرجة من المباراة. تشتيت الكرة، اللاعب السريع يسدد الكرة، يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على
كانت مواجهة في أندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد وكان يحاول تقديم كل ما لديه على أرضية هذه المباراة. كانت مواجهة بالفعل مثيرة جدا على أرضية الميدان.